تفضل. مرحبا، استشيرك بشكل بس. شو بقى هيدي؟ رحنا على الامن العام بدهم صور للباسبور، رحنا على المختار ما مشيوا، مصوره من 12 سنه. انا بشوفها حلو، شو بها؟ بس انا ما بفهم بالمواضيع كلها. ايه؟ ما بفهم بالمواضيع كلها. لا انه ما قبلوا لي اياهم، بدي اعمل باسبور ما قبلوها. رجعت صوت، شو المشكله؟ حبيبها هيدي ليك ما طل مبين انه حلو. مين بده يقبل فيها بعدين من 1900 وخشبه؟ ما بتزبط؟ اعوذ بالله. رجع عم غيرها. هيك عم فكر. هو لو لابس احمر انا كان بتضوي الصورة. لا 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 بس انه لو لابس احمر عم بقول لك كانت تطلع اجمل. ما بعرف، احمر اخضر اصفر، شوف لاني معي، خذ لك بالون من البولين واعمله لو اللي بدك اياه فيها. ليه عم تحكي معي؟ مش قادر اتنفس لاني ضغط 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 ضغط، بيت وعيلي والله وملايين. يعطيك الف عافيه. حمرا وصفرا. انا عامل منها نص دزينه هيدي. لا قد ايه دزينه؟ لك اسمع، ما بيحطوا علي رقم، نحن قلنا له اصحابنا مثلها كمان ما ملاقي. صح، انت بدك شيء اليوم؟ لا خليني عم بسألك سؤال. ليش عم تحكي هيك؟ انت عارف حالك مع مين عم تحكي؟ لا ما عارف حالك. مين حضرتك؟ ولو معرفتنا؟ لا ولا معقولة؟ خير مين؟ لك انا بدي اشبك بوكس على وجهك، حل عندي بقى اليوم. شو باكله؟ لا عم تحكي هيك معنا؟ ما بتعرفني عم تسألني اذا حمرا ولا خضرا؟ انا ما شو لحظه بطل. انا كنت حابب كبرها هيدي. لا تخبر، لا هات لك كبرك اياها. تقريبا شو انا كنت حابب كبرها. لا هات لك كبرك اياها. خلص اتصالك. هلا يا خيي ما عم تخليني احكي. طلع هي ليك اوبس لو اسود وابيض. هاي كبر على صورك هون ولو يا زلمه حبيب قلبي، بس ليك ما حلوه بسرعة. روعة. وترني كثير، يعني كثير كثير بيستفز الواحد بطريقه مش طبيعيه. يعني انا اعصابي كثير رايقه بالحياه، بس لبس فرد لبسه يعني كثير ثقيل، مش انه ثقيل عادي، هيدا الاوفر تبعه يعني. بس يلا طلعت بحبة الجبنة على راسه وما بيأس.